خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. امبارح ترأس أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وأيضاً التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وده بهدف الصقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقاً لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء. أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أنه بيستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وأيضاً ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود اللي بتنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقاً لأحدث النظم العلمية الحديثة بما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب. كما ناقش عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهمهم مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية لرجال الجيش الثالث الميداني. وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.